عاونت إدارة الجامعة بالتحديد، هي كانت قد دخلت إلى الجامعة لتدفع مصروفات الكلية، فقالت لها إدارة الأمن أنها طالبة غير مرغوب بها في الجامعة، فخرجت من الجامعة، وهي في خروجها كانت هناك إحدى السيارات السوداء تتابعها، اتصلت بوالدها لتبلغه أن السيارة تتابعها، فأغلق الخط بعدها وتم اختطافها إلى مكان مجهول. ثم بعد ذلك بعد البحث تبين أنها نقلت إلى قسم السابع بمدينة السادس من أكتوبر. عندما وصل والدها إلى قسم السابع من أكتوبر قيل له أنه غادرت القسم إلى جهة غير معلومة، وبالتحديد كانت هذه الجهة هي مقر أمن الدولة بالقرب من مدينة السادس من أكتوبر بالشيخ زايد. اليوم ومنذ ساعتين تقريبا عثر على منة الله بالتحديد في ميدان جهينة بمدينة السادس من أكتوبر ملقاة على الطريق، وهي في حالة عياء شديد، يعني أخذها أحد سائقي التاكسي وأوصلها إلى منزلها، وروت لنا حكاية أنه تم الاعتداء عليها وتم تعذيبها والتحقيق معها لمدة 8 ساعات، وسؤالها عن أصحابها من النشطاء داخل الجامعة وما إلى ذلك، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات القريبة إلى هناك نظرا لحالة الإعياء الشديد التي كانت بها. محمد، هل أوضحت نوع الاعتداء الذي تم الاعتداء به عليها؟ هي قالت أنه نوع من التعذيب والضرب والإهانة والشتم وما إلى ذلك. نعم، شكرا لك الصحفي محمد المصري، كنت معنا من الجيزة. أصدرت حركة طلاب ضد الانقلاب بيانا انتقدت فيه ما سمته بظهور دولة الميليشيات وحكم مالك السلاح والتمادي في إلغاء مدنية الدولة لصالح العسكرة، ودعت الحركة لاستنفار الجهود الوطنية والثورية لمساندة الحركة الطلابية ودعم أعضاء هيئة التدريس في مواجهة العدوان عليهم. يأتي هذا بالتزامن مع بدء عمل شركة فالكون الأمنية عملها في الجامعات المصرية بما فيها جامعة الأزهر. دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية الطلاب لتدشين حراك ثوري قوي ومكثف، وذلك بدءا من غد الجمعة تحت شعار الطلاب فرسان الثورة. وقال التحالف في بيان إن الحركة يهدف إلى حماية مكتسبات ونضال الحركة الطلابية خلال العام الماضي، وطلب بوضع خطوط حمراء لمن يحاولون بيع الوطن وتهديد طلابه حسب البيان. وأضاف أن مصر تعلق آمال تحررها من الطغيان على الطلاب وأيضا على تواصل حراكهم في الجامعات والمعاهد والمدارس. نظم نشطاء وقفة للتضامن مع المعتقل محمد سلطان المضرب عن الطعام منذ نحو عام، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، وكانت الوقفة على سلالم نقابة الصحفيين، وردد المشاركون هتافات ضد حكم العسكر كما أكدوا استمرار فعالياتهم لحين الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصا محمد سلطان الذي يعاني من أزمة صحية منذ شهور. حددت محكمة القضاء الإداري 18 نوفمبر المقبل لبدء نظر دعوى تطالب بحجب موقعي فيسبوك وتويتر في مصر، ودفع مقدم الدعوى بأن موقعي فيسبوك وتويتر يستخدمان للتحريض على العنف والتخطيط لتنفيذ ما وصفه بعمليات إرهابية. وجاء في صحيفة الدعوى أن أجهزة استخبارات خارجية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لإشعال المظاهرات والتحريض على الجيش والشرطة. ختام الموجز، إلى اللقاء. بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة، الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية. مع كل يوم جديد أحداث هنا وأحاديث هناك، حكاية شاهدتها
وأخرى أريد لها أن تكون طي الكتمان. في مصر الليلة نسلط الضوء على المسكوت عنه ونحلل بعمق تفاصيل الحكاية. كونوا جزءاً من ضوء الحقيقة. شاركونا. حين يسكن ليل العالم ويبقى ليل القاهرة صاخباً، سنكون معكم كل ليلة في مصر الليلة. فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. اسألوا التاريخ عن عبد الناصر. السادات أين هم الآن؟ الحاكم في الشرع في القرن اللي احنا فيه ليس قاضٍ وليس رئيس جمهورية. بينما هو مطلق وثابت، حكم ثابت، الفتوى تتغير، وما هو نسبي ومتغير، كلا الأمرين له مبرره، اختلاف في الرأي، لابد أن نحترم هذا الاختلاف، واستقلالية في وجهات النظر. القضية مثارة بمناسبة عزل فئة من الضباط لأنهم قد أطلقوا لحافهم. سياسة في دين، يأتيكم في الأوقات التالية. منتظرين برضو من السيسي ان رشح عارف رئاسة الجمهورية، هنفوضه وهندعمه. انقلاب يساوي الارهاب، نهايتهم معروفة. اي مظاهرة اتعامل معها بقوة مهما كانت القصة. شرطة وجيش مصر انه عادي الشباب. احنا في بلد لا دنيا قامت ولا دين قام. محدش مطلع للغلبان، حسبي الله ونعم الوكيل. انضم إلى أكثر من 5 ملايين مشارك على صفحتنا facebook.com/AJM مصر. الجزيرة خدمة إعلامية عالمية التوجه، تتمسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية ومصداقية وتنوع، دون تغليب للاعتبارات التجارية أو السياسية على المهنية. تقديم وجهات النظر والآراء المختلفة دون محاباة أو انحياز لأي منها. التعامل الموضوعي مع التنوع الذي يميز المجتمعات البشرية بكل ما فيها من أعراق وثقافات ومعتقدات، وما تنطوي عليه من قيم وخصوصيات ذاتية لتقديم انعكاس أمين وغير منحاز عنها. يقول لك ب 4 جنيه. الوقت اللي اقول لها تعالي اشتري تقول لك منين؟ يعني الغلبان دلوقتي ما اعرفش ايه. ما بتغلاش ضعف، بتغلى اضعاف، والمواطن ما بقاش معاه. سيبك من فلوس وسيبك من اي حاجه، الناس اساسا حالتها تعبانه. 100 جنيه ما بقتش تكفينا مصاريف كمان. الناس تعبانه واحنا تعبانين معاهم. الامر خف قوي. واي حد دلوقتي فاتح بيت يكون بعونه ربنا. بعيداً عن السياسة وقريباً من هموم الفلاح وأوجاعه، نفتح ملفات الصحة والتهميش والفقر، ونستشرف مستقبل الأرض الطيبة. صوت الفلاح، صوت كل المزارعين. سجلته بعدستك على agm4video@gmail.com في فقرة شارك. أي كلام؟
استكمال ثورة، صناعة ثورة جديدة، وهو للأسف الشديد دبر لكي نمشي على خطى 25 يناير بأستيكا. الوكيل خرج على حدود التوكيل الذي حصل عليه، فصاحب الوطن الشعب مصدر السيادة قرر أن يسترد هذا التوكيل. إمتى هيقوم الشباب بثورة؟ سواء في 25 يناير أو في 30 يونيو كموجة ثورية ثانية ثم لا تتدحرج في حجب العصر. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، حلقة جديدة من حوار خاص. بعد فترة قصيرة من الاحتفاء الإعلامي والرسمي بزيارة السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، وبعد آلاف الكلمات المقروءة والمسموعة والمرئية عن مزايا وثمار الزيارة، حتى وصل بالبعض اعتبار هذه الزيارة بمثابة الفتح المبين، جاءت افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز السبت الماضي لتهدم كل هذا. الصحيفة وصفت ما حدث في مصر بالانقلاب العسكري، وصفت حتى الانتخابات التي أجريت بعد ذلك بأنها انتخابات مزورة، وصفت التضييق على الحريات في مصر بأنه أصبح أسوأ حتى من عهد الرئيس حسني مبارك، وأن الإخوان بريئون كل البراءة من تهمة الإرهاب التي وجهت إليهم وما زالت توجه إليهم، ووصفت الجيش بأنه يقتل ويقصف المدنيين في سيناء. كل هذه الأوصاف وصفتها نيويورك تايمز للنظام الحالي في مصر، وعابت على الإدارة الأمريكية بهذا التعامل مع النظام المصري. ضيفي في هذه الليلة وفي هذا الحوار الخاص هو السيد لوني إيزابيل، أستاذ الصحافة بجامعة كولومبيا الأمريكية، عمل مديرا لتحرير نيوز داي جورنان، وكان مسؤول قسمي الخارجية والبيت الأبيض ومساعد رئيس تحرير أوكلاند تريبيون، كما عمل محررا سياسيا للبوستن جلوب. حول هذا المقال في نيويورك تايمز وهل سيؤدي إلى تغيير في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية لمصر يدور هذا النقاش. أرحب بك مرة أخرى سيدي لوني إيزابيل، أستاذ الصحافة بجامعة كولومبيا الأمريكية، أهلا بك معنا. Thank you so much. من دواعي سروري أن أكون ضيفكم هذا المساء. دعنا نتعرف ونعرف السادة المشاهدين على وزن صحيفة نيويورك تايمز بين وسائل الإعلام الأمريكية بشكل عام. سيد لوني، نعم، في مجال الشؤون الدولية صحيفة نيويورك تايمز لها وزن كبير ولها نفوذ كبير في الكتابة عن الشؤون الدولية والخارجية، لأن هنالك الكثير من المراسلين الذين يغطون الأزمات والصراعات في أماكن أخرى، في أماكن مختلفة من العالم، أكثر من أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أمريكية أخرى. وهل ما تكتبه هذه الصحيفة يجد صدى لدى صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية في الأماكن المختلفة، البيت الأبيض، الكونغرس الأمريكي، الخارجية، الدفاع؟ صحيفة نيويورك تايمز هي صحيفة ليبرالية بطبيعها، ولذلك السياسيون الذين يميلون نحو هذا النهج وهذا الخط يميلون معها، لكنها تنتقد بشكل كبير من المحافظين وجهات أخرى، لذلك هي تعد صوت الليبراليين بشكل عام. نعم، يعني أفهم أنها يعني أكثر قربا من الديمقراطيين، الديمقراطيين يأخذون بها أكثر من الجمهوريين، سيد لوني، أم ماذا يعني؟ أعتقد أن السياسة التحريرية نعم هذا صحيح،
في سياسة التحريرية وكذلك في الآراء المحررين الذين تمر فيها. ما الذي يعنيه سيد لوني أن تكتب أو تصدر صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت الماضي مقال عن مجلس تحرير الصحيفة وليس عن فرد بعينه تتحدث فيه عن الأوضاع في مصر؟ يعني بشكل عام ما الذي يعنيه أن يكون مجلس تحرير الصحيفة له رأي ما؟ هل بعد ذلك سيكون الخط التحريري لهذه الصحيفة متأثر بأفكار التي طرحها مجلس التحرير في مقاله عن مصر أم لا؟ نعم، صحيفة نيويورك تايمز شأنها شأن كثير من الصحف الأمريكية، تفصل صفحة الآراء من التقارير الإخبارية، ولذلك رئيس التحرير هو الذي يقرر التغطية الإخبارية ولا يقرر ما يكتب في صحيفة الآراء أو الأعمدة، لكن فيما يتعلق بخط صحيفة نيويورك تايمز التحريري هو تقريبا ينهج هذا النهج. طيب، ماذا عن الأوصاف إذا دخلنا إلى لب الموضوع وتفاصيل افتتاحية نيويورك تايمز يوم السبت الماضي عندما وصفت ما حدث في مصر بالانقلاب العسكري والحريات أسوأ مما كانت في عهد مبارك وأن الجيش يقتل ويقصف المدنيين في سيناء؟ ما رأيك في هذه الآراء التي طرحتها نيويورك تايمز عن مصر والنظام السياسي في مصر وعلى رأسه السيسي؟ أعتقد أنه مثل استخدام هذه التسمية أنها بداية للنقاش. البعض يعتقد أن الانقلاب هو الكلمة المناسبة، ومثل هذه المصطلحات أو الكلمة بالنسبة لي تشير أنهم لا يتفقون أو لا يوافقون على الحكومة الحالية. لذلك هذا بيان أو تصريح لا أعتقد أنه عبر عنه بشكل صحيح، بمعنى أن ليس هناك الكثير من الصحف الأمريكية التي وصفت ما حدث في مصر باعتباره انقلاب، ولذلك استخدامهم هذا التحليل أعتقد أنه ذا مغزى وأهمية كبيرة. بمعنى، هل لك أن توضح كيف ذا مغزى وأهمية كبيرة سيد لوني؟ نعم بالتأكيد. موقف الحكومة بأنه لم يكن انقلابا وأن ذلك كان انتخابات، لكن عند دعوته بانقلاب فهذا ربما يخلق جدلا، خصوصا عندما يكون هناك هجوم على الحكومة الحالية والتي لا تنظر إلى الوضع باعتباره انقلابا. ولذلك أعتقد أن النقاش بدأ هنا ولم يؤدي إلى حل كثير من القضايا المتعلقة بحرية الصحافة ربما أو حرية التعبير، وباعتبارها طريقا نحو الديمقراطية في مصر، وهذا ربما ليس له علاقة بما يريده الأمريكيون، فهذا أمر يجب أن يترك للشعب المصري. لذلك إطلاق هذا التعبير باعتباره انقلاب هذا ربما ليس جيدا بالنسبة للشعب، وأن نيويورك تايمز تعتقد أنه ينبغي أن يكون لك نهجا ديمقراطيا يوصل إلى حكومة أخرى غير تلك التي تحكم الآن. طيب، وماذا عن الأوصاف الأخرى؟ أو يعني أن الحريات في مصر أصبحت أسوأ مما كان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، أو أن الإخوان مثلا بريئون من أي تهمة من تهم الإرهاب التي وجهتها لهم الحكومة، حكومة ما بعد الانقلاب العسكري. يعني كيف تحلل ذلك أو كيف تقرأ ذلك كأستاذ للصحافة حتى سيد لوني؟ هو رأي، والرأي بأن مثل هذه الأمور تحدث. أنا لا أعتقد أن هذه أمور يتفق عليها، بمعنى أنه ليس هنالك من ضمن جماعة الإخوان المسلمين لهم نهج ربما إرهابي
ولكن هذا يشير إلى سبب لقمع الحكومة لهذه الجماعة، ولذلك هذا يعتبر رأيا وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون صحيحا. وأنا طبعا أريد أن أعرف ما الذي يجري تحديدا، أريد أن أرى تقارير صحفية تغطي هذا الموضوع أكثر من إطلاق هذا التعبير وهذا المصطلح على الجماعة باعتبارها على هذا النحو. طيب، الحقيقة في نهاية أيضا هذا المقال طلبت نيويورك تايمز من الإدارة الأمريكية الحالية ربط مساعدتها لمصر خصوصا العسكرية منها بأن تتحسن الأوضاع خصوصا أوضاع الحريات في مصر حتى لا يعتبر هذه المساعدات وكأنها حق أصيل لمصر بغض النظر عن عملها السياسية أو عملها على في سياق حقوق الإنسان. هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية من الممكن أن تأخذ بمثل هذه النصائح التي قدمت من خلال نيويورك تايمز أم لا؟ نعم، أعتقد ذلك لأنه في القانون هذا التمويل الخاص بالتمويلات الدفاعية، وأعتقد التي تصل إلى 1.3 مليار دولار. لذلك الكونغرس وضع شرطا في ذلك القانون نصه بأن على مصر أن تمضي في أن تحقق تقدما في مسار الديمقراطية وتعطي حقوقا للشعب المصري. لذلك هنالك من يراقب الأوضاع وربما ربما يجد أن هذا لا يتحقق على أرض الواقع، وبالتالي ربما يصوتون ضد التصريح بهذا التمويل أو اعتماد هذا التمويل. الرئيس أوباما ليست لديه سلطة مطلقة في هذا الوضع، والكونغرس هو الذي له الكلمة الأولى فيما يتعلق باعتماد هذه التمويلات. لذلك ربما يقرر الكونغرس تقليص هذه الاعتمادات وعدم التصريح بها بالكامل. لكن دعني أعود إلى سؤال سألته في بداية هذا النقاش، هل تعتقد أنه من الممكن أن يأخذ الكونغرس بما كتب في افتتاحية نيويورك تايمز يوم السبت الماضي، يعني يبني على هذا الكلام موقف تجاه مصر ويقلص المساعدات أم لا؟ لست متيقنا من ذلك، هذه مجرد تكهنات، لكن هناك توجها في الكونغرس ولدى بعض أعضاء مجلس النواب الأمريكي الكونغرس لإعادة النظر فيما تقوم به مصر من حيث عدم تحقيق تقدم نحو النهج الديمقراطي. نعم، ربما يكون ذلك تأثير، لكن التأثيرات بدأت تظهر، وأعتقد أن هنالك البعض الذي يريد أن تتحقق ما تقوله نيويورك تايمز، وربما قد لا يكون هناك تقليصا في المساعدات، لكن ربما توضع قيود أكبر أو أكثر على هذه المساعدات العسكرية، وهذا ربما يتحقق. طيب سيد لوني، البعض يتحدث عن توقيت كتابة هذه الافتتاحية من قبل مجلس تحرير نيويورك تايمز، وأنها جاءت بعد زيارة السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، إلقائه خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقابلته للرئيس الأمريكي أوباما. هل تعتقد أن يعني الافتتاحية كانت لها علاقة بزيارة السيسي وبنشاطاته داخل الولايات المتحدة الأمريكية أثناء هذه الزيارة أم لا؟ نعم، أعتقد أن الرئيس السيسي عندما جاء إلى الولايات المتحدة كان الناس يراقبون عن كثب ما الذي سيقوله، ويتحدث بشأن الحريات الشخصية وحقوق الإنسان. وفي حقيقة الأمر أن المصريون لم يكونوا يتمتعوا بحرية الصحافة وحرية التعبير، لذلك كثير من الناس ربما يعتقدون وأنا منهم أن بلادكم أو مصر لا تسير ولا تحقق تقدما في مجال حرية الصحافة، والصحافة الحرة تعني مجتمعا أكثر ديمقراطية وأكثر انفتاحا وأكثر حرية في التعبير.
من وجهة نظرك، عندما تحدث السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كثيرا عن الحريات وأنه يدعم الحريات وحريات الإعلام والصحافة، هل يعني استطاع أن يقنع يعني أي أحد هناك سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي بأنه فعلا يعني مدافعا عن الصحافة وعن حريتها وعن الحريات بشكل عام، أم أن يعني ما يحدث في مصر واصل بشكل أو بآخر للنظام الأمريكي ويعرف تماما أن هناك تضييق كما ذكرت نيويورك تايمز في افتتاحياتها على الحريات بشكل عام؟ نعم، أنا أعتقد أن الرئيس السيسي لبرما لديه صورة ضعيفة في الولايات المتحدة، هكذا يعتقد، وأن عليه أن يحسن هذه الصورة. وكثير من الناس يشعرون أن القمع، أن هنالك قمعا للحريات في مصر، وهذا بدأ في ميدان التحرير وخلال فترة الثورة وخلال المظاهرات، ولذلك ربما يرى الناس أن هنالك تراجعا في الحريات والسبب وراءها هو السيسي. وطبعا حسني مبارك، كانت هذه الأمور شائعة في وقت حكم حسني مبارك، والأمريكيون كانوا معتادين على ذلك، ولذلك رأوا في الثورة فرصة لتغيير ذلك. أما فيما يتعلق بمقارنة أو أن حكم السيسي هو أسوأ من حكم مبارك، لا أدري كيف توصلوا إلى هذا الاستنتاج، لكنني أعتقد أن الأمور سيئة إلى حد كبير. نعم، بالطبع لعل هناك بعض الدلائل كانت على ذلك، غلق قنوات فضائية، قتل عدد من الصحفيين، سجن عدد آخر أيضا من الصحفيين إلى آخره، لعلهم بنوا على مثل هذه الدلائل فكرة تقييد الحريات بشكل عام وتراجعها حتى أسوأ من عهد مبارك. لكن على أي حال دعنا يعني نفسح أو نوسع مجال النقاش، الإعلام الأمريكي عموما كيف ينظر للأوضاع في مصر يعني من وجهة نظري؟ أود القول أنه على ضوء أهمية مصر باعتبارها دولة تاريخية ودولة مهمة في العالم العربي وربما الدولة الأكثر أهمية، التغطية الإعلامية في الولايات المتحدة عن مصر هي قليلة، لكننا ليس هناك الكثير من التحليلات والأخبار عما يحدث في مصر حتى على مستوى صحيفة نيويورك تايمز. لذلك أعتقد أن الشعب الأمريكي ليس مطلعا على ما يجري في مصر ولا على الخطوات المستقبلية، ومسألة أن يعطى الرئيس السيسي بأن يفعل ما يريد، لكن هناك الكثير من الناس الذين نفذ صبرهم ولا ربما لا يؤمنون بقدرته على تحسين الوضع، وربما هو يسعى إلى إرضاء الأمريكيين للحصول على الأموال ثم يواصل ما نهج على عمله. لذلك هنالك تصور بأن الكثيرين لا يعرفون أو لا يثقون بما يقوله فيما يتعلق بتحسين الأوضاع والارتقاء بحرية الصحافة. طيب يعني دعني أسألك، لأن بعض الصحف المصرية سواء الخاصة أو العامة وهي يعني جميع الصحافة والإعلام أصبح الآن يعني في مربع السلطة، وصف زيارة السيسي للولايات المتحدة الأمريكية بالزيارة التاريخية وأنه استقبل استقبال الأبطال والفاتحين يعني وخصوصا على المستوى الرسمي والإعلامي، ما مدى صحة هذا الكلام من وجهة نظرك؟ لا أعتقد ذلك، بل أعتقد أنه مع كامل الاحترام عليه أن يثبت الكثير، ولذلك في الولايات المتحدة القادة يصبحون أكثر شعبية، أولئك الذين يجيدون الظهور على وسائل الإعلام ويفسرون ويشرحون الأمور بطريقة تجعل الناس ربما يثقون بهم، لكن السؤال هنا أنه ليس هناك قدر كبير من الثقة ولا يعرف الناس أين سيمضي بالأمور، لذلك والكثيرون لا يعتقدون أن الأمور تسير بالشكل الصحيح، لذلك هو يشعر أن
هناك من يعتقد أن الولايات المتحدة أو الكونغرس يجب أن يقوم بشيء حيال هذه الأمور، ولكن هذه ربما تقتصر على تقليص المساعدات، لكن هذا أمر خطير على الولايات المتحدة، لأنه كما نعرف مصر هي حليف استراتيجي وهي شريك في عملية مكافحة الإرهاب، ولذلك ربما الرئيس السيسي ربما يكون حاكما مستبدا، لكن ما البديل؟ البديل هو أن تكون مصر تحكم على يد الإسلاميين أو تصبح دولة إسلامية وتؤثر وتكون مختلفة عن دول الجوار التي يسودها الاستبداد وبعيدة عن الديمقراطية، وما يحدث في سيناء ونرى ما يحدث في سيناء وأثر ذلك على الحليف الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وهي بالطبع إسرائيل. طيب يعني أفهم منك سيد لوني أن النظام الأمريكي النظام السياسي يقبل في مصر بحاكم مستبد لا يراعي حقوق الإنسان ولا غيره حتى أفضل مما يقبل بنظام وحاكم له خلفية إسلامية حتى لو جاء اختياره اختيارا ديمقراطيا وعن طريق الشعب؟ سيد لوني هل أعتقد نعم تفضل. نعم أعتقد أن الولايات المتحدة لها تاريخ طويل في الشرق الأوسط، وأحد الأسباب التي قادت إلى الربيع العربي بأن الولايات المتحدة دعمت الأنظمة الاستبدادية بما في ذلك نظام الأسد على سبيل المثال وأنظمة أخرى، حتى صدام حسين عندما كان حيا، ولذلك الفكرة الشائعة أن الولايات المتحدة لطالما دعمت الأنظمة الاستبدادية بما في ذلك نظام حسني مبارك. والهدف الأول للولايات المتحدة هو حماية أو تأمين حماية إسرائيل، لذلك الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة عدوة لإسرائيل و هي تقلل من شأن الاستبداد وطغيان حكامها، لكن هنالك ربما مبادرة لتصحيح الوضع الآن ودعم الرؤساء الذين ربما يشجعون الديمقراطية. أما فيما يتعلق بفكرة أو ما يفكر به الرئيس أوباما فليست لديه فكرة في هذا. لكن اسمح لي، هل تعتقد أن يعني السيسي هو أكثر تأمينا للمصالح الإسرائيلية منه أكثر من الرئيس محمد مرسي، ولذلك اختارت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقف خلف السيسي؟ أعتقد أن بعض المحللين والقادة العسكريين في الولايات المتحدة والقادة السياسيين كانوا يخافون حد الموت من الرئيس السابق مرسي، ويعتقدون أن السيسي هو يمكن التنبؤ بما يقوم به وهو يتماشى مع الطريقة التي حكمت بها مصر لسنوات طويلة. لذلك السؤال المتعلق بمرسي، ما الذي كيف ستكون مصر تحت رئاسته وما هي القرارات التي يمكن أن تتخذ؟ لذلك نعم كان هنالك قلقا كبيرا وخصوصا فيما يتعلق برفض المرسي في واشنطن وعلى مستوى الإدارة الأمريكية هنالك. نعم يبقى يعني أكرر هذا السؤال، المفتاح الرئيسي في تعامل أي نظام مصري مع النظم الأمريكية هي إسرائيل، كلمة السر هنا هي المصالح الإسرائيلية وتأمين إسرائيل أو أمن إسرائيل، هكذا فهمت من كلامك سيد لوني، هل هذا صحيح؟ نعم هذا عامل مهم جدا وليس الوحيد لكنه في غاية الأهمية، وهو أحد الأسباب التي دعت الولايات المتحدة رغم
رغم النقد للانقلاب وأنا ربما لا أدعوه كذلك وهذا أمر جدلي. أحد أسباب دعمها للسيسي ووجوده على رأس السلطة لأنهم اعتقدوا أن ذلك سيحقق استقرارا في المنطقة وأن غزة لن يتم إمدادها من الأراضي المصرية وأن إسرائيل ستشعر بالارتياح تجاه الأمر. لذلك نعم بالتأكيد إسرائيل هي العامل الحاسم في كثير مما يجري في الشرق الأوسط وما يحدد السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وإسرائيل هي التي لا تنتقدها الولايات المتحدة. نرى الدول الأوروبية تنتقد إسرائيل لكن نادرا ما نسمع رئيسا أمريكيا يقول أن كان على إسرائيل أو نتنياهو ألا يهاجم غزة ويعتدي عليها. وأنا من خلال تجوالي وسفري إلى العالم الإسلامي نرى أن البعض يقلل من تقدير لدعم الولايات المتحدة لإسرائيل. البعض الصحفيين المواليين أو الإعلاميين الموالين للسلطة في مصر وصفوا نيويورك تايمز بعد هذه الافتتاحية بأنها يعني صحيفة إما موالية للإخوان من جانب، البعض وصفها كذلك، أو أنها موالية لليهود بشكل أو بآخر. ما مدى صحة يعني هذه الاتهامات من وجهة نظرك؟ نعم أعتقد ذلك وسأخبرك بالسبب. طبعا صحيفة نيويورك تايمز ليست صحيفة تؤدي لعدد من الأسباب، هي صحيفة تقدمية أكثر منها محافظة، لكنها كانت دائما موالية لإسرائيل. لذلك تغطية صحيفة نيويورك تايمز هي دائما كانت موالية لإسرائيل على مدى تاريخ هذه الصحيفة. ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل في دولة إسرائيل لا يحظون بالتغطية. والفكرة هنا أن إسرائيل هي دولة يهودية بالكامل، وأعتقد أن هذا عامل أساسي في تغطية صحيفة نيويورك تايمز لمنطقة الشرق الأوسط. لذلك لست متفاجئا من هذا، لكن مسألة أنها تدعم مرسي أو الإخوان المسلمين لا أعتقد ذلك، بل هم فقط في مجال الدعوة إلى إجراء تغييرات في مصر ومعارضتهم نعم هم عارضوا انقلاب السيسي رغم دعوة الولايات المتحدة لإحداث تغييرات في مصر، وهذا ما كانت تسعى إليه الإدارة الأمريكية. لكن على الرغم من قولك أن نيويورك تايمز أكثر قربا من إسرائيل ومن السياسات الإسرائيلية ومعبرة عنها، وقلت قبل ذلك أن السيسي أكثر أمانا لإسرائيل، طيب يعني كيف نوفق بين هذا وذاك ووصفها لنظام السيسي بأنه انقلابي وأنه غير ديمقراطي وأنه ضد حقوق الإنسان أيضا من خلال نيويورك تايمز؟ سيد لون. نعم هذا السؤال رائع جدا، وأعتقد أن هذا السؤال ربما طرحه على صحيفة نيويورك تايمز ولا أدري الإجابة عنه، لكن لا أعرف إجابته بالكامل، لكن أعتقد أنه سؤال رائع جدا. ولكن لا أعتقد أن صحيفة نيويورك تايمز تقول دعونا نعيد حكومة ديمقراطية انتخبت وأوصلت الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، لكنها ربما. لذلك أعتقد أن المجلس التحريري هو يستخدم هذه المصطلحات والعبارات بطريقة ربما توحي باللبس، وهذا يعبر عن اللبس والارتباك على مستوى الإدارة الأمريكية في تعاملها مع منطقة الشرق الأوسط. وربما أحد الأهداف هو تحجيم أي تهديد موجه لإسرائيل و تحقيق الاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال دعم القيادات العسكرية في بعض البلاد وبعض الأنظمة الدكتاتورية في بلاد أخرى. لكن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هي علامة استفهام كبرى، وهناك الكثير من الأهداف المتناقضة والمتضاربة،
لا يعرف أيها سيظهر على السطح، هل حماية إسرائيل أم مكافحة الإرهاب أم الدعوة إلى تعزيز الديمقراطية ونشرها، وهذه قد تكون قد لا تكون لها أولوية في وقت ما على حساب أخرى. طيب سيد لوني، مما قيل عن افتتاحية نيويورك تايمز يوم السبت الماضي أنها ما هي إلا ضغط على نظام السيسي لدفع بقواته فيما يعرف بمحاربة الإرهاب خصوصا في يعني سوريا والعراق ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. يعني هذه الافتتاحية كانت في إطار الضغط على النظام السياسي في مصر للدفع بقوات له، ما مدى صحة هذا الكلام من وجهة نظرك؟ نعم، أعتقد أن جزءا من ذلك صحيح، والإدارة الأمريكية نعم تريد أن تضع الضغط على كافة الدول المنطقة للانضمام إلى هذه الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية أو الدولة الإسلامية ما عدا الأسد، وأعتقد أنها تسعى إلى الحصول على أي مساعدة يمكن أن تحصل عليها. والجيش المصري هو الأكثر تنظيما والأكثر إعدادا وجاهزية في المنطقة إلى جانب إسرائيل، لذلك من الواضح أن السياسة الأمريكية تريد جلب دول مثل مصر وتركيا وما تملكه من موارد إلى هذه الحملة وإلى المعسكر الأمريكي. لكن هل تعتقد أنت أن يعني نظام السيسي في مصر سيرضخ لهذه الضغوطات وسيقدم يعني قوات تحارب على الأرض تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا أم لا؟ لا لا أعتقد ذلك، لأنني لا أرى ما هي المكتسبات التي يمكن أن تتحقق. لو سئلت بعد عام ما هي المكاسب التي يمكن أن تتحقق خارج مصر خارج سوريا والعراق، ربما يكون هناك أسباب ونجاح، لكن الضغوطات ولي الذراع التي تقوم به الولايات المتحدة فيما يتعلق بتخفيض التجارة وما يتم وراء الكواليس، لأنها تحاول دفع أكبر عدد ممكن من الدول ل الدخول في حرب برية، والإدارة الأمريكية طبعا لا تريد أن تدخل في حرب برية أو ترسل قوات لها للمنطقة، وإذا ما أبدت مصر استعدادها لإرسال قوات برية فالإدارة الأمريكية ستكون سعيدة بذلك، لكن لا أعتقد أن هذا أمر ربما يفكر فيه السيسي في الوقت الحالي. مصر لها معركة الخاصة وما يجري في سيناء وما يحدث في ليبيا والاضطرابات هنالك، لذلك أعتقد أن مصر مشغولة بما يحدث في غزة وما يحدث في جاراتها ليبيا، وأعتقد أنها مهتمة أكبر بكثير من اهتمامها بما يجري في سوريا. طيب فيما يخص بما أننا تحدثنا عن الحرب على الإرهاب أو على تنظيم الدولة الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية هذا التحالف، الحقيقة يعني الكثيرون في هذه المنطقة في منطقة الشرق الأوسط يشككون بشكل جدي في نوايا الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب وهذا التحالف، ويقولون أنها لم ترى يعني ابدا لم تكن يعني تراعي فكره حقوق الانسان وتهديد الدوله تنظيم الدوله الاسلاميه للناس في هذه المنطقه ولحقوق الانسان وما الى ذلك. من وجهه نظرك ما الذي تريد الولايات المتحده الامريكيه من حربها المعلنه على تنظيم الدوله الاسلاميه او من المنطقه عموما في هذه المرحله؟ نعم، هذه حرب تنم على تردد كبير ولها علاقة بالسياسة بالدرجة الأولى. الرئيس أوباما ليس لديه توجه للحرب، فهو لن يدخل أوكرانيا ولا يدعم أوكرانيا، وحتى في عندما كانت ترتكب المذابح في سوريا لم يكن ليدعم المعارضة، ولذلك أعتقد أن هذا قرارا سياسيا بالكامل. الولايات المتحدة طبعا نعرف أن الانتخابات النصفية ستجري الشهر القادم، والديمقراطيون يدفعون باتجاه ضرب لتنظيم الدولة الإسلامية الذي قام بذبح الصحفيين الأمريكيين،
وهنالك من يدعو إلى التدخل في الحرب في سوريا. لذلك تحت هذا الضغط السياسي وجد أوباما، رئيس أوباما نفسه مضطررا لاتخاذ هذه الخطوة. طبعا هل الشعب الأمريكي مسرور لما يحدث؟ لو لم يتخذ أي موقف ربما كانت الأمور ستسير عكس ما يريد. لكن بعد قول ذلك الوضع هش، وهذا التحالف ربما ليس قويا، لكن العراقيين يريدون ألا يمتد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية إلى الجنوب، ويريدون أن فقط أن يقتصر ربما وجودهم في الشمال ولا يصلون إلى المناطق الجنوبية. لكن سيد لوني، لا تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لها نوايا بتقسيم جديد للمنطقة، المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، مما يصب في النهاية لصالح إسرائيل؟ لا، لا أعتقد ذلك. أعتقد أن هذا ربما طموحا أكثر من اللازم، لكن أنا أتفهم التشكك وغضب الناس من التدخل الأمريكي في أي منطقة، لأن مثل هذه الأمور كانت كارثية. بعد حربين لم يحقق أي شيء، وبعد القضاء على نظام صدام الأسد، على صدام حسين، الحكومة التي تشكلت كانت لقيت معارضة من كثير من الشعب العراقي. لذلك أعتقد أن إدارة أوباما تراقب الوضع، كانت تراقب الوضع ولم تفعل شيئا، والآن اضطرت إلى القيام بشيء حيال ما يحدث، لأن أراض كثيرة سيطرت عليها أو سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك حقول النفط، ورأت الإدارة الأمريكية بأن هذه مشكلة دولية، وأن مصالح الولايات المتحدة ربما تتعرض للتهديد. لذلك وجد نفسه ملزما بما يقوم به. وطبعا هذه عملية القصف ليست مكلفة، وأعتقد أن أوباما يسعى إلى إنهائها في أسرع وقت ممكن، ولا يريد لهذه المشاركة أن تستمر إلى وقت طويل. طيب، يعني لعله يكون سؤال الأخير سيد لوني، دعنا نتحدث أو نعود لمصر ثانية والعلاقات المصرية الأمريكية، كيف تتوقعها يعني في المستقبل القريب؟ هل ستكون أكثر دعما لنظام السيسي أم ستتراجع عن دعمه بسبب بعض الأسباب، حتى بعض الأسباب التي ذكرتها مثلا نيويورك تايمز في افتتاحيتها السبت الماضي؟ أعتقد أن التراجع ربما يكون رمزيا وضئيلا، فالعلاقة بين مصر والولايات المتحدة هي تقوم على أسباب استراتيجية من دون شك، والولايات المتحدة ومصر سيبقيان حليفان أمنيان. أنا أتذكر أن الولايات المتحدة كانت تعتمد على إسرائيل في كانت تستخدم المجال الجوي لإسرائيل وتقوم بطلعات جوية، ولكن الآن موقع مصر موقع استراتيجي جغرافيا، ولذلك لا أعتقد أن الولايات المتحدة يوما ستتصرف بشكل غبي وتقول أن مصر ليست حليفا مهما واستراتيجيا. أشكرك شكرا جزيلا سيد لوني إيزابيل، أستاذ صحافة بجامعة كولومبيا الأمريكية، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من نيويورك. شكرا جزيلا سيد لوني، كما أشكركم مشاهدين على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من حوار خاص. في أمان الله. المسمار انت فلقتني.
قالوا لو تعلم بالدقه اللي على دماغك كنت عصبتني. من ساعه ما رجعت الداخليه وهي راجعه بتحط على البياع وعلى السواقين، الغلابه هم دلوقتي اللي بتحط عليهم. فضلوا يضحكوا علينا ويقولوا لنا دول ارهابيين لحد ما احنا حطينا في قائمه الارهابيين. فاحنا عايزين نعرف كل البلد دلوقتي بقت ارهابيين. انت كويس وجامد جدا، بس جامد معانا احنا مش جامد على منظومه الفساد. فاحنا بقينا اسوأ من الاحتلال. ما هو الاحتلال بيزود عليكم ما تقدرش تتكلم، بيمنعك وما تقدرش تتكلم، بتتكلم بيحبسك، بيقتلك، بيوديك، بيسويك. وبعدين عد قلبي ولا تعد رغيفي. أقرب إليك حين تتوه الحقيقة بين صفحات الجرائد وتستعجل قراءتها قبل صدورها. نكشف لك ما بين سطور في سكرتير التحرير. كيف حصل ضباط بوزارة الداخلية على ملايين الجنيهات مخالفة للقانون؟ كيف تم إهدار ملايين الجنيهات في عمليات أمنية وهمية؟ بالأسماء والأرقام. الجزيرة مباشر مصر تنفرد بنشر تقرير رسمي يرصد عمليات الفساد في وزارة الداخلية. الأربعاء في مصر الليلة على شاشة الجزيرة مباشر مصر. أرسل لنا ما سجلته بعدستك على agm4video@gmail.com في فقرة شارك. انضم إلى أكثر من 5 ملايين مشارك على صفحتنا facebook.com/agmmصر. تابعنا مع أكثر من 900,000 مغرد على twitter.com/agmmصر. شاهد صفحتنا على اليوتيوب لكل ما يتعلق بالمشهد المصري مع 13 مليون مشاهد youtube.com/AJMMصر. وانقل لنا رأيك بالصوت والصورة عبر سكايب على الحساب التالي مباشر.الجزيرة. ولأهم وآخر أخبار مصر ومتابعة البث الحي زوروا موقعنا مباشر-مصر.الجزيرة.نت. مانيش على ثورة في أي ميدان، ماليش فيها ولا جربت يوم أصرخ في أي مكان. مانيش ساير، ما تحسبنيش على ثورة في أي ميدان، ماليش فيها ولا جربت يوم أصرخ في أي مكان. لكن ما قبلش في الدنيا أشوف في الدم ناس تانية، وأسكت عنه لو ثانية، وبت ملعون في كل آدم. أنا مصري أنا وعمري اللي قضيته سكوت. نويت اكتب على قبري انا اللي مش هخاف الموت. سنين عايش حياة صعبة لا من يدرى ولا من شاف، لكن ارواحنا مش لعبة، مفيش في الدم عندي خلاف ولا املك مع غفار. Thank you.
بلد دوري على كفك شبح اعدام ومش هستنى فيه دوري يا سقيانا الحياة مرة وبالعافية شربنا الكاس بموت فيكي 200 مرة وعايزاني بدون احساس وليه سيقالي في النسيان انا مصري انا عندما تصبح الصحافة طرفا يصبح البحث فيما وراء الخبر أهم من الخبر ذاته. عند كثيرين ينتهي الخبر عند سماعه، وعند البعض يكون الخبر هو البداية. سكرتير التحرير في هذه الأوقات على الجزيرة مباشر مصر. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. دايما يقول انت بتتأخر في الكلام. ليه بتتأخر في الكلام؟ لان انا الكلام عندي بيعدي على فلاتر، فلتر الصدق، فلتر الأمانة، وفلتر الحق، ثم في الآخر ده يرضي ربنا أقوله ولا أقولهش. معلنا اعتزامي الترشح. تصور حضرتك إن كل كلامي كده، يعني أنا بتعذب قوي عشان أتكلم، إني براجع كل الكلام كده. اقتصاد منهار، سياسة بايظة، والأعداء بتوعنا خلاص على وشك إن هم يخشوا علينا. وعندي 4 عيال، أجيب منين؟ هم عايزين البلد تفضل على كده. مع كل يوم جديد تطفو على السطح قضية، تطغى على ما عداها، قضية هنا وأخرى هنا، ولكل قضية ما وراءها. ليه؟ ليه؟ وبالآخر يديني التقرير بانتحار. الناس خايفة والحال واقف ولا مش عارفين نبيعه. لو كنت اركب عاطف ببلاش واخده ب40 جنيه، دي حرام كده. الفلاح عايز يغلي، بتاع المواصلات عايز يغلي. انا غلبان وعايز نعيش. فين الحرية؟ قضية اليوم على الجزيرة مباشر مصر.